شلون هالمعاملات بالناصرية؟ يعني ما تختلف العراق بالحقيقة هذا النظام الإداري نعم هو ربانا أجيال وأصبحوا مدمنين على الفساد أكثر الموظفين غالبيتهم نعم النظام الإداري الفاشل بالحقيقة واللي لا زال ماكو أي جهة حكومية عندها برنامج بالمدى القريب لتغيير هذا النظام من هذا النظام الإداري إلى نظام إلكتروني مواكبة للدول المجاورة. أبو أحمد إحنا مريد نظام إلكتروني مثل الباقي البلدان خلي نمشي على السكة مثلا خلي يصير أكو شبه إلكتروني بما معنى أكو مثلا أنه أنت أكو أرقام ترقيم يعني أنت موظف أكو حاسبة رقمك شقد يطوك كارت مع الرقم تلزم سرة على رقمك 6 6 12 12 وتمشي هسه حتى هاي ماكو إحنا يجي الآن ويجي عرف منا يفتر يطب لبو المكتب للموظف من ذيك الباب يطب هاي بس رتب ليها أحسنت يا أخي هذا المناظر والله بشعة 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 الموظفين الآن الموظفين ودوائر الدولة بالحقيقة جاي تتفنن بالفساد مو بس فساد تتفنن بالفساد.